السلام عليكم يا شباب، انا دكتور محمد الغبوشي، وان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض بقى البراكتيكال سيشن رقم 2 في الكورس بتاعنا اللي هو كمبيوتر اورجانيزيشن، وبالتحديد الكورس بتاع التطبيق على الامبيدد سيستمز. احنا لو نفتكر احنا في البراكتيكال سيشن الاولانيه خالص احنا اشتغلنا فيها على ايه؟ اشتغلنا على القايل مايكروفيجن تول. ابتدينا ازاي نشوف نتعامل مع الواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج، يعني مثلا ادي اهي التول بتاعتنا. كتبنا برنامج بسيط خالص، تمرين صغير خالص، ازاي اجمع رقمين اتنين اسمبلي، ازاي ان انا اكتب الاسمبلي كود بتاعي. اتفقنا ان انا في الاول خالص بكرييت نيو بروجكت، بخش على بروجكت وكرييت نيو بروجكت، وبعدين بعد كده ببتدي اروح جاي عامل ايه. بعد ما كرييت النيو بروجكت بتاعي ببتدي اخش هنا في الجنب على تارجت، وابتدي اظبط البروبرتيز بتاعت التارجت موديل بتاعي او الموديل اللي انا هشتغل عليه، اللي احنا ظبطنا الكلوك فريكوانسي، وظبطنا ان انا الاوت بتاعي يبقى فيه هيكس فايل، وبعد كده ظبطنا كمان ان يبقى الليمت سبيد بتاعته تبقى ليميتد لمين؟ للريال تايم بتاعي. وبعدين بعد كده ابتدينا دخلنا على الايديتور ده، احنا داخلين على فايل وعملنا نيو وطلعنا منه ايه نيو اديتور، فتح لنا الايديتور ده وابتدينا نكتب البروجرام بتاعنا اللي مكتوب بمين، بالاسمبلي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، البروجرام الصغير اللي احنا كتبناه في البراكتيكال سيشن اللي فاتت. بعد كده رحنا عملنا سيف للبروجرام ده، عملناه سيبناه باسم ايه؟ اسم الفايل بتاعك اللي هو اديشن اندرسكور بروسيس، وقلنا ان لازم الفايل ده يبقى واخد الاكستنشن اللي هو ايه؟ دوت اي اس ام. لحد كده الكلام جميل. طيب الفايل ده الاديتور ده عشان استخدمه قلنا لازم اربطه الاول بمين؟ بالتارجت سورس. ان انا اخش دخلت هنا في الجنب كده التارجت 1، دوست عليه فتح لي التارجت سورس، دوست عليه ورحت دايس دبل كليك راح جاي فاتح لي ان انا الاديتور ده هضيفه للتارجت سورس، مكانه فين واسمه فين. اخترت الفايل بتاعي اللي هو دوت اي اس ام ودوست اد انضاف، خلاص ابتديت بعد كده اعمل ايه؟ اعمل يعني لو جيت هنا رحت جاي دايس ستوب، ده كده انا عملت ستوب. ستوب لمين؟ ستوب للديباج او ستوب للتنفيذ بتاع البروجرام بتاعي. فتعالوا نجرب مع بعض احنا عملنا ايه لحد هنا. البرنامج بتاعي ده مكتوب اسمبلي لانجوج. طب اسمبلي لانجوج يعني ايه؟ يعني شويه اوامر، شويه مينومينكس، شويه اختصارات مكتوبه بلغه مين؟ بلغه الاسمبلي. طب احنا عندنا رول بتقول ان الكمبيوتر بتاعنا ما بيفهمش غير مين؟ غير الماشين لانجوج. طيب في ايه اللي بيحصل بقى؟ زي اي لغه برمجه لازم يبقى فيه ترانسليتور، في مترجم يفسر لي اللغه دي للغه الماشين لانجوج اللي الكمبيوتر بيفهمها. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الاسمبلر. تمام. بعد كده رحنا جايين عاملين ايه عشان نعمل ران للبروجرام ده؟ قلنا اول حاجه بندوس عليها اللي هو ايه؟ ترانسليت. ترانسليت ده ان هو بيراجع البروجرام ده وبيحوله لي من الاسمبلي لانجوج لمين؟ للماشين لانجوج. لما دوست على الترانسليت جالي قال لي هنا ايه؟ قال لي ان اسم الايديتور بتاعك اللي هو دوت اي اس ام زيرو ايرورز وزيرو وورنينجز، يعني هو اوريدي راجعه وترجمه لماشين لانجوج ومفيش فيه اي ايه؟ زيرو ايرورز او زيرو وورنينج. خلي بالك بقى من اللي هينكتب هنا كمان شويه. هدوس هنا دلوقتي ايه؟ هدوس بيلد. لو خدت بالك كان في لينكر في النص كده. المهم هو عمل بيلد للبروجرام بتاعي وطلع لي ايه؟ زيرو ايرورز زيرو وورنينجز. تمام لحد كده 100 100. ايه المطلوب بعد كده بقى؟ ان انا ابتدي اعمل ران للبروجرام بتاعي اشوف الاول بتاعي ماشي ازاي. فقلنا هنا باجي الاول انا عايز اشوف فيو، هاجي الاول اعمل هنا ديباج وستارت، ابتدي اعمل ران للبروجرام بتاعي وستارت. وقلنا ان انا لو ما عندي الويندو بتاعت الميموري دي مش موجوده بخش اجيبها من قائمه فيو ميموري ويندوز. طيب اتفقنا هنا البروجرام بتاعنا ده لو نفتكر احنا كنا بنسيف اخر رقم خالص اللي هو ناتج الجمع في الميموري لوكيشن اللي هو كان 20 هكس. طب 20 هكس ده قلنا بنكتبها ازاي؟ على الميموري دي
كولون لو نقطتين فوق بعض، والادرس بتاعنا اللي هو 20، وبعدين هيكس، ندوس انتر. هنلاقي هنا بص اهو ال 20 هيكس ما فيهوش اي حاجه متخزنه خالص، يعني كام؟ يعني زيرو. لو تفتكروا ده هنا قلنا عليه برضو من البراكتيكال سيشن اللي فات، ان ده الريجسترز بتاعتي اللي موجوده في المايكرو كنترولر، تمام؟ عندي من ار نوت لار 7، وعندي الاي والبي، والحاجات دي احنا لسه هنتكلم عليها في السيشنز اللي جايه، بالاضافه للمحرات بتاعتنا هنشرحها باستفاضه وبالتفصيل. طيب قلنا بعد كده انا ببتدي انفذ ازاي؟ بي اف 11 بنفذ ايه؟ سطر با ايه؟ ستيب باي ستيب او لاين باي لاين، اللي هو سطر بسطر. قلنا البروجرام بتاعنا لو نفتكر كان ايه؟ كان اوريجين 0 اكس اللي هو بدايه البروجرام بتاعك في انهي ادرس، وبعد كده موف اي و25 هكس، يعني حط لي في الاكيوميليتور 25 هكس، وبعد كده موف ار نوت و0 اي 3، واد اي وار نوت، وبعد كده بعد عمليه الجمع دي القيمه الموجوده في الاي حطها لي في ميموري ادرس 20 هكس. قلنا ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ لو تفتكروا في السيشن اللي فاتت قلنا اللي فوق دي داتا، انما اللي تحت دي ميموري ادرس. طب فرقت ما بين الاثنين ازاي؟ عن طريق علامه الهاش او الشباك دي. طيب تعالوا كده نركز مع بعض. الايه هنا لسه هنفذ السطر ده. الايه هنا في الاول كان بكام؟ كان بزيرو، لكن اف 11 كده الايه بقى بكام؟ بقى ب 25. القيمه الداتا ال 25 هكس دي اتنقلت خد منها كوبي وحطها في مين؟ في الاكيوميليت. السطر اللي بعده ايه؟ موف ار نوت و0 اي 3، يعني احط في الار نوت قيمتها اي 3. طب ار نوت فين؟ ار نوت اهي فيها كام لسه؟ 0 0. دوس اف 11 بقى فيها كام؟ بقى فيها اي 3. بعد كده الخطوه اللي بعد كده اد اي وار نوت، يعني اجمع القيمه اللي موجوده في الاكيوميليتور مع القيمه اللي موجوده في الار نوت، وناتج جامع حطه في مين؟ في الاكيوميليتور. تعالى نجمع ونشوف. اف 11 لقيت الناتج عندي في الاكيوميليتور اتغير بقى كام؟ بقى سي 8. طيب الخطوه اللي بعد كده القيمه السي 8 دي حطها لي في مين؟ في الميموري لوكيشن اللي اسمها كام؟ 20. الميموري لوكيشن هنا كان كام؟ 0 0. حط اف 11 بقى كام؟ بقى سي 8. ولحد كده البروجرام بتاعي انتهى بمين؟ انتهى بان. وقلنا لو نفتكر الاو ار جي والاند او اللي هو الاورجن اللي هي الاورج او الاند، دول دايركتيفز مش مينومونكس. دايركتيفز دي بيستخدمهم مين؟ الاسمبلر وفقط. لحد كده كانت السيشن اللي فاتت، احنا ايه مراجعه بسيطه وسريعه كده على السيشن اللي فاتت، بس السيشن اللي فاتت فيها الكلام ودردشه اكتر من كده، يعني اللي ما شافهاش انصحك ارجع بص عليها قبل ما نشتغل على السيشن الجديد. طيب السيشن الجديده بقى احنا هناخد فيها ايه؟ السيشن الجديده احنا اتفقنا من المحاضره ان انت عندك ده كده الايديتور بروجرام اللي هو مين؟ اللي هو الفايل ده، تمام؟ الفايل ده اللي كتبنا فيه البروجرام بتاعنا بمين؟ بالاسمبلي. بسيفه باسم الفايل دوت اي اس ام. يبقى ده كده اول فايل عندي خرج اللي هو مين؟ دوت اي اس ام. ده الفايل الايديتور اللي مكتوب فيه البرنامج بلغه الاسمبلي. بعد كده بدخل الفايل ده على حاجه اسمها ايه؟ الاسمبلر. الاسمبلر ده اللي عمل لي ايه؟ اللي ترجم لي من لغه الاسمبلي لانجوج للماشين لانجوج، اللي هو لما احنا دوسنا على مين؟ دوسنا على ترانسليت اللي هنا، تمام؟ واداني هنا في الاخر تحت كده ايه؟ زيرو ايرورز زيرو وورنينجز. كده هيبقى هو حول لي الايه الفايل ده اللي هو دوت اي اس ام، حوله لي لتو فايلز، حاجه اسمها ليست فايل، الاسم نفس اسم الفايل بتاعك دوت ليست اللي هي ال اس تي، وفايل تاني دوت او بي جي. طب الاثنين فايلز دول مهمين؟ اه مهمين، بس تعالى امشي معايا واحده واحده. احنا السيشن دي هوريك شكل الليست فايل وبيتعمل ازاي، وبعد كده هوريك شكل مين؟ الهكس فايل وبيتعمل ازاي. انا عايز في الاخر اوصل للهكس فايل واوصل للليست فايل. الهكس فايل ده الفايل اللي انا باخده واعمل له بيرن على الروم بتاعت مين؟ بتاعت مايكرو كنترولر، اللي هو في الاخر ده اللي المايكرو كنترولر هيشتغل بيه وينفذ التاسك او الميشن بتاعتنا. فتعالوا نمشي واحده واحده كده مع بعض.
فاتفقنا لحد هنا طلع لي مين؟ الليست والاوبجكت فايل. ببتدي ادخلهم على مين؟ على اللينكر. اللينكر ده اللي هو بيطلع لي مين؟ دوت ابس فايل، وبعد كده بدخله على الاو اتش اللي بيطلع لي مين؟ دوت اكس فايل. طيب تعالوا بقى اوريكم بس حاجه صغيره، تمام؟ قبل ما نبتدي نشتغل على الايه الليست ومين؟ ده كده الليست فايل بتاع مين؟ بتاع البروجرام بتاعنا. ادي البروجرام اللي احنا كنا كاتبينه، تمام؟ اللي هو ارج 00 اكس موف اي وهاش 25 اكس اتش اللي هو اكس، وموف ار نوت وهاش 0 اي 3 اكس، واد اي وار نوت وموف ل 20 اكس الاي وال. ده كده الشكل الليست فايل بتاعنا اللي طالع من مين؟ من البروجرام اللي احنا نفذناه. طب احنا عايزين نفهم يعني ايه ليست فايل، وعايزين نفهم بينتج ازاي. الليست فايل ده بنلاقي فيه اول حاجه على الشمال اللي هو لوك او اللوكيشن، ده الادرس اللي بيتحط في مين؟ في البروجرام كاونتر لما باجي اعمل فيتش. يعني انا دلوقتي عندي اول حاجه السطر ده اللي هو اورج 11 اورج 00 هيكس، ده معناه ايه؟ معناه ان البروجرام بتاعك ده متخزن في 00 هيكس، ده بدايه الايه البروجرام بتاعك. فروح اعمل فيتش للامر ده. طيب الامر ده الاول امر عندي اللي هو مين؟ اللي هو الموف. يبقى الاول امر ده واخد ادرس كام؟ 00. احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندنا البروجرام كاونتر كام بت؟ 16 بت، يعني كام ديجيت بالهكس؟ يعني أربعة. ليه؟ لأن كل ديجيت هكس بمثله بكام ديجيت باينري؟ بأربعة. يبقى أنا الموف ده لو نفتكر الموف كان الأوب كود بتاعه كان كام؟ كان سبعة، صح كده؟ طيب الإي كان الأوب كود بتاعه كام؟ الأوب كود بتاع الإي ده إحنا اتفقنا إن هو بإيه؟ بيبقى حاجة من اتنين. نرجع لمين؟ للمحاضرة بتاعتنا ونشوف احنا كنا قايلين عليه ايه. احنا قلنا ان الاوب كود بتاع الاكيوميليتور لو في معاه داتا، يعني حاجة بالمنظر ده كده اللي هو هضيف في الاكيوميليتور داتا، فهو بياخد ايه؟ بياخد اربعة، رقم اربعة والداتا جنب منه. طيب لو هموف في الاكيوميليتور داتا موجودة في ريجستر، يبقى باخد الرمز نفسه، الرمز نفسه، واحط جنب منه مين؟ الرمز بتاع الايه الريجستر نفسه. زي ايه؟ زي تعالى كده هي مش واضحه في البروجرام ده، بس هي واضحه في امر تاني بدل موف. إيه امر اد؟ امر الاد الاوب كود بتاعه كام؟ اتنين. فانت عندك الاوب كود بتاع الاد اتنين، والاوب كود بتاع الاي تمام لو هجمعه على ريجستر فباخد الاي ده ما بحطلوش اوب كود، وباخد الاوب كود بتاع مين؟ بتاع الريجستر اللي معاه. الريجستر اللي معاه هنا كام؟ ار 5. ار 5 تعالى كده واخد كام؟ واخد ايه؟ واخد رمز دي. يبقى الادرس بتاع الريجستر ار 5 اللي هو مين؟ دي. طب ار 7 اللي هو اف ار 7 اف. يبقى احنا كده ناخد بالنا ان انا لو انا بشتغل موف الاكيوميليتور من اوقات من لو انا بشتغل دلوقتي موف، الموف بياخد اوب كود 7، الاد بياخد اوب كود كام؟ 2. لو انا الاكيوميليتور ده بضيف ليه باساين ليه داتا من داتا مباشره، تمام؟ يبقى بحط الداتا دي وراه في البايت اللي بعده. لو ما كانش بحط في ايه؟ بحط في بعد الاوب كود ده، بحط كام؟ بحط الاوب كود بتاع الريجستر اللي معاه. فتعالوا نكمل ونشوف. يعني مثلا لو جينا بصينا هنا انا قايل لك ايه؟ قايل لك موف
اي وهاش 25، يبقى انا ساعتها احط الاوب كود بتاع مين؟ بتاع الموف، امر موف اللي هو مين؟ 7. وبعد كده الاي ده هضيف له داتا، يبقى خلاص، يبقى انا هحط 4 والداتا بتاعتي اللي هي كام؟ 25. طيب اللي بعده، السطر اللي بعده موف ار نود وايه؟ والداتا دي، يبقى موف هي مين؟ هي 7. طب ار نود، ار نود واخده ادرس كام؟ 8. يبقى 7 للكود بتاع ار نود 8، وبعد كده الداتا اللي هي ايه؟ 3. طيب اد ايه وار نود، ده الحته اللي انا كنت بقول لك عليها، اهي الاد الاوب كود بتاعها 2، الايه كاني مش شايفها، وهاخد مين؟ الاوب كود بتاع مين؟ بتاع الريجستر اللي هو ار نود، اللي هو كام؟ اللي هو 8. تمام كده؟ تمام. طيب تعالى بعد كده موف 20 وايه؟ بص بقى هنا الوضع اختلف شويه. ليه؟ احنا كنا متفقين ان الموف بتاعنا هو واخد اوب كود كام؟ 7. في الحاله دي انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع الميموري. فقال لك ايه؟ قال لك الاوب كود في الحاله دي هيبقى اف و5 و20. 20 ده ساعتها ده مين؟ ده الميموري لوكيشن اللي انت رايح له، وال5 ده يمثل الادرس بتاع مين؟ بتاع الاكيوميليتور. فانت دلوقتي ده كده شكل الاوب كود بتاع مين؟ بتاع البروجرام بتاعي. يبقى انا حولت البروجرام بتاعي كله من اسمبلي لاوب كود. الاوب كود ده اللي بيبتدي ايه؟ يتخزن في الميموري. فانت حته التفسير انت فسرت الاسمبلي لمين؟ لاوب كود. طيب حته الادرس بقى، كل انستراكشن من دول او كل منيومريك من دول بيتنفذ يا اما في بايت واحد او 2 بايت. بمعنى يعني ده كده 7425 ده متنفذ في ايه؟ في 2 بايتس. يعني ايه؟ يعني هيتخزن في 2 بايتس. يعني ايه؟ يعني بص هيبقى كده، احنا اتفقنا ان احنا الميموري لوكيشن بتاعنا هو هنا مين؟ بايت. يعني الويدث بتاع الميموري كام؟ بايت. فيبقى انت عندك ده المفروض 7، دي 25، فيتخزن في الادرس الاولاني ال4 اصفار 7 دي، ده في مين؟ في الروم. بعد كده الادرس الثاني 0001 البايت اللي بعد منه 25. يبقى انا كده خلصت مين؟ خلصت الامر الاولاني اللي هو موف ايه و25. عشان كده تلاقي نفسك انت هنا ايه؟ في ادرس 00، والادرس بتاع الامر الجديد 02. ليه 02؟ ما هو 04 اصفار 7 دي، 3 اصفار 1 25، 3 اصفار 2 ده مين؟ ده بدايه تنفيذ الامر الجديد. عشان كده لما بروح اعمل فيتش اجيب استدعي الكود اللي متخزن هنا او الانستراكشن اللي متخزن هنا في الميموري ده في ادرس كام؟ 3 اصفار 2. يبقى عندك 3 اصفار 2 الامر اللي بعد منه اللي هو كان موف ار نوت وايه و0 ايه 3، هيبقى 7 8 في 3 اصفار 2 و3 4 وايه 3 في 3 اصفار 3، يبقى 7 3 اصفار 2 7 اف، وبعد كده 3 اصفار 3 اللي هي عندك ايه 3. بس طبعا هنا بقى الكود ده مختلف، ده الكود ده بتاع برنامج مختلف. انا بتكلم هنا بالمنظر ده كده، ادي الكود بتاعنا احنا اهو 7 4 و2 5 والتاني 7 8 وايه 3. بعد كده اللي بعده ده كده خد 2 بايتس، اللي بعده الاد هيشتغل في بايت واحد بس، هيبقى هنا 3 اصفار 4 2 8، بعد كده 3 اصفار 5 اف 5، وبعد كده 3 اصفار 6 2 0. يبقى احنا كده هنا عندنا كام بايت؟ دي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا عندي هنا كام؟ 7 بايتس فقط. يبقى انا هنا اللي انا عايز اوصله لك ان انا عندي الليست فايل بيتكون كالاتي: اول حاجه الادرس بيبقى اسمه لوك او لوكيشن، وبعد كده الاوب كود بيبقى اسمه او بي جي، وبعد كده هنا رقم اللاين عندك كام لاين، وبعد كده السورس بتاعك اللي هو الكود بتاعك اللي انت ايه اللي انت كنت كاتبه في الايديتور بتاعك. كده الايه الليست فايل خلص. تعالى بقى نحكي في المهم المين الهكس فايل. الليست فايل ده حاجه داخليه في النص، بس هو مهم عشان وانت شغال تراجع شغلك لو انت عندك فيه حاجه غلط. يعني ده مهم لمين؟ مهم للبروجرامر. لكن الهكس فايل ده المهم اللي انا هعمل له بيرن على مين؟
على الروم. الاكس فايل ده بيتنفذ ازاي بقى او بيتكون ازاي؟ اول حاجه بيبقى عندك، بيبدا السطر بنقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض ده بنسميه احنا في لغه البرمجه ايه؟ كولون. يبقى كل لاين لازم يبدا بايه؟ بنقطتين فوق بعض. بعد كده اول تو ديجيتس، التو ديجيتس دول اسمهم ايه؟ اسمهم كاونت بايت. يعني ايه كاونت بايت؟ يعني بيقول لي هاو ميني بايتس ار ان ذا لاين، يعني بيعد لي كام بايت موجودين في الداتا هنا في اللاين. يعني انا باعت كام بايت في اللاين الواحد، انا عندي في اللاين الواحد يقدر يشيل لحد كام؟ لحد 16 بايت. يبقى انا عندي هنا اول حاجه ده اسمه ايه؟ كولون، اللي هو النقطتين فوق بعض. ثم بعد كده ده اسمه ايه؟ اسمه كاونت بايت. الكاونت بايت ده بيعد لي عدد البايتس اللي انا باعتها بتاعت الداتا في اللاين الواحد. اللاين الواحد يقدر يشيل لحد كام؟ لحد 16 بايت. طيب دول اللي هم 1 2 3 4، الاربعه ديجيتس دول يمثلوا لي الادرس بتاع مين؟ بتاع اللودر. يعني ايه؟ يعني انا هنا اللاين الاولاني حطيته من 00، من ادرس 00 لحد كام؟ لحد اخر ادرس عندي اللي هو 16 بايت ده، اللي هو 10، وهقول لك ال 10 دي جت ازاي. تمام؟ الادرس اللي بعده يعني ده 10، ده ما وصلش 10، ده هنا وصل لحد مين؟ لحد ال 0 اف اللي هو ال 15. ليه؟ لان هو بادئ من 0، من ادرس 0، ده من ادرس 00 لحد ايه؟ لحد ال 1 اف. بعد كده اللي بعد منه بادئ من ادرس كام؟ بادئ من ادرس 10. مش فاهم صح؟ تعال افهمك واحده واحده. بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان انا عندي اللاين الواحد بيشيل كام بايت؟ بيشيل 16 بايت. طيب من 16 بايت ده لو انا بادئ من ادرس 0 يبقى من 0 ل 15 صح؟ طيب الادرس اللي بعد منه هيبدا من كام؟ من ادرس 16. طب 16 ده ازاي؟ احنا اتفقنا ال 15 عندنا اللي هو كام؟ اللي هو اف. يبقى ايه؟ يبقى ادرس 0 اف، يعني 0 0 لحد 0 اف، اللي هو ايه؟ من ادرس 0 لادرس 15. طب اجمع واحد على الاف، يبقى هنا 0 ومعايا الكاري ينزل هنا صح كده؟ يبقى ال 16 دي معناها ايه بالهكس؟ 1 0 صح كده؟ يبقى انا كده ده اللاين الاولاني واخد ادرس بادئ اول بايت فيه من كام؟ ادرس كام؟ 0 0. الادرس بتاع البايت الاولاني في اللاين الثاني واخد ادرس كام؟ 1 0، وهكذا لحد اخر واحد. اخر واحد هنا هيطلع كام؟ 1 اف. وبعد كده الادرس بتاع البايت الاولاني هنا هيطلع كام؟ 2 0. ليه؟ ال 1 اف اجمع عليهم 1، 1 على الاف 0 ومعانا الكاري 1، اللي هو الكاري ده انجمع على الواحد بقى كام؟ بقى 2، وهكذا. يبقى انا دلوقتي ده كده اسمه الادرس بتاع مين؟ بتاع اللودر بليسز. يعني ايه؟ يعني اول بايت في اللاين هيبقى بادئ من ادرس كام. تمام كده؟ تمام. بعد كده خلصنا دول كده، عرفنا ده دي الداتا اللي انا ببعتها، كل لاين بيتبعت فيه ماكسيموم 16. وبعد كده اللي عندي في الاخر خالص هنا ده حاجه اسمها تشيك سام. طب في فيلد يا دكتور انت عديته في النص هنا، ايه الفيلد ده؟ الفيلد ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل في لاينز تاني جايه بعد اللاين اللي انا فيه ده ولا لا؟ طب ده بعرفها ازاي؟ لو 0 0 يبقى معناها ايه؟ ان لسه في لاين تاني جاي بعد اللاين اللي انا ايه؟ اللي انا شغال فيه. طب لو جالي 0 1 يبقى كده ايه؟ ده كده اللي فات ده كان اخر لاين ومفيش لاينز تانيه ايه جايه، وده كده ايه؟ ستوب بعد افتر اللاين ده. تمام؟ يعني معنى كده ان انا هنا ينفع احطه؟ لا، لازم تبعت الداتا لوحدها بعد ما تخلص الداتا عفوا حط ايه؟ حط اللاين بتاع الستوب ده لوحده. طب ايه التشيك سم ده؟ التشيك سم ده بيجمع كل حاجه الموجوده عندي في اللاين ده، وبعدين بعد كده
نجيب التوز كومبلمنت بتاعتها، بحيث ان هو لما يجي يجمع اللاين كله مع التوز كومبلمنت بتاعتها تطلع كام؟ زيرو. ده زي تشيك كده يتاكد في الاخر ان الداتا المبعوته بالنسبه له دي مبعوته صح مش غلط. يعني ايه؟ يعني تعالى ناخد المثال كده، ناخد السطر الصغير ده. السطر الصغير ده كان ايه؟ 07 صفرين 20 صفرين، بعد كده دي بي اف اي دي سي اف اي دي دي وهكذا لحد 22، وكان الايه تشيك سام بتاعه كام؟ من 35. فتعالى نشوف الدنيا ماشيه ازاي، بيحسب التشيك سام ازاي. اول حاجه بيجي يروح جاي عامل ايه؟ 07 زائد 00 زائد 20 زائد 0 زائد دي بي وهكذا، طلع لي رقم فور شور لازم يبقى اكتر من 2 ديجيتس، يعني طالع لي هنا 5 سي بي. السي بي ده ايه؟ ده الرقم اللي هو الليست سيجنيفيكانت بايت، وال 5 ده اللي هو مين؟ ده الكاري. بيعمل دروب للكاري، يعني الكاري كانه مش موجود، وياخد السي بي ده ويجيب له التوز كومبلمنت بتاعه. التوز كومبلمنت طبعا زي ما اتفقنا تقلب توصل من اليمين لاول، يعني الاصفار تنزل زي ما هي وتوصل لاول واحد وتقلب ما بعد. هيديك كام؟ هيديك ال 35 اكس، ده اللي بيبقى موجود هنا. يبقى الرقم اللي موجود هنا ده التوز كومبلمنت بتاع المجموع بعد ما تعمل دروب للكاري. لو جيت جمعت دول على بعض هيديك كام؟ هيديك 00 مع الكاري، وده بالنسبه لي انا الكاري مش محتاجه، انا عايز اللور بايت ده يديني اصفار. لو اداني اصفار يبقى الداتا المبعوثه عندي دي مظبوطه، ما حصلش فيها اي مشكله في الشغل ساعه النقل او اي كلام من ده. ده كان نوع من انواع اللي هو ايه، ان هو بيشيك على ان الداتا اتخزنت صح، سواء بقى البيرن سواء البروجرامينج سواء الكلام ده كله. طيب تعالوا نشوف شكل مين؟ شكل الهكس فايل بتاعنا احنا، بتاع البروجرام بتاعنا كان شكله عامل ازاي؟ بص لو جيت خدت بالك احنا اتفقنا ان احنا اول حاجة عندنا ان السطر بيبدأ بايه؟ بتو كولون، تمام؟ يبقى بوان كولون هنا او النقطتين في بعض وان كولون، وبعدين بعد كده ده بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي كام بايت مبعوث في اللاين واحد. احنا عديناهم لو تفتكر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى ده كده ايه؟ السبعة. وبعدين بعد كده الادرس اول اربع ديجيتس اهم، اربع اصفار 1 2 3 4، يبقى اول بايت عندك هنا اللي هو كام؟ 7 4، بادئ من اللودر بتاعه الادرس بتاعه كام؟ 0 0 اللي هو اصفار كلها، تمام؟ طيب ال 0 0 دي معناها ايه؟ ان انت في لسه لاينز جايه تاني بعد منك، صح كده؟ اه. طيب تعالى بقى نشوف هنا البايتس اللي موجودة عندي 7 4، بعد كده 2 5 اهي، بعد كده 7 8، بعد كده اي 3، بعد كده 2 8، بعد كده اف 5، بعد كده 20. طيب اتفقنا ان البايت الاخير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن التشيك سام بتاعك، اللي هو عبارة عن ايه؟ بتجمع كل اللاين ده كده من اول 0 7 لحد ال 20، وبعد كده بتدروب الكاري والناتج بتاعه تجيب له ايه؟ التوز كومبلمنت، بيبقى هو ده التوز كومبلمنت بتاعه. السطر اللي بعد كده التو كولونز هنا بيقول لك ان انا مش باعت ولا بايت، وبعد كده الادرس بتاعك مش هبعت حاجه، الادرس كله صفار، وهنا ال 01 ده اللي هو ستوب بايت، ان انا ما فيش حاجه ثانيه جايه كده، خلاص البروجرام بتاعي ايه؟ انتهى. واف اف للتشيك سام بتاع الرقم ده. طب اشمعنى اف اف؟ طب ما هو اجمع واحد على اف اف هيديك اصفار وكاري واحد، يعني صفر صفر وكاري واحد، واحنا طبعا بندروب الايه؟ الكاري. احنا اللي يهمنا مين؟ نتاكد ان الداتا الموجوده بتاعتنا كلها مظبوطه. يبقى احنا دلوقتي
براكتيكال سيشن بتاعتنا المره دي كان مهمتها ان انا الاوتبوت فايلز اللي طلعت لي ايه. يعني ايه؟ يعني انا في الاخر البروجرام اللي انا بعمل له بيرن على المايكرو كنترولر اللي هو ده، هو الهكس فايل ده. يعني انا بعمل كل اللي بعمله ده كله عشان اوصل للفايل ده. يعني هو ده بس اللي هيتعمل له بيرن؟ اه هو ده بس اللي بيتعمل له بيرن على مين؟ على المايكرو كنترولر. وانا كده خلصت السيشن بتاعتنا النهارده يا شباب، ونشوفكم على خير ان شاء الله في المره الجايه. مع السلامه يا شباب.